تكثر الأسئلة المتعلقة فضيلة الشيخ بسجدة التلاوة في القرآن الكريم، وخاصة إذا كانت الصلاة سرية أم جهرية، وإذا كانت أيضا لشخص منفرد أو لإمام مع مأمومين. أود أن نتحدث مع فضيلتكم في هذه الجزئية من السؤال إذا تفضلتم. قلنا إن سجود التلاوة يستحب للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة، سواء كان مصليا أو كان تاليا في غير الصلاة، وسواء كان إماما أو منفردا. والإمام إذا سجد فإنه يجب على المأمومين متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكذلك يستحب سجود التلاوة للإمام والمنفرد، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. إلا أن الفقهاء يقولون إنه إذا كان الإمام في صلاة سرية فإنه يكره له قراءة سورة فيها سجدة أو سجوده فيها، لأن ذلك يشوش على المأمومين. نعم.